السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية من التعليم المتوسط. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله راح نديرو ريزومي للا ليجوند تاع سيدي محمد الغراب، لاباج 146 سيدي محمد الغراب. راح نديركم ريزومي تاعها. إذا قبل ما نقرا فقط لا ليجوند ولا الريزومي تاع لا ليجوند سيدي محمد غراب، جيسبيغ انكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وكذلك تشتركوا في قناة الاحتياطية تمريناتكم، وهذا فضلا وليس امرا. إذا لا ليجوند سيدي محمد الغراب، الغراب يعني لو كومبو. دونك هذه الاسطورة هعطيكم الريزومي تاعها، جيسبيغ ان شاء الله يعجبكم. لا ليجوند راكونت كوتخفوا، دونك كوتخفوا اف او اي اس، un Constantine, un forgeron, s'appelait Sidi Mohamed, qui a réussi à procurer de la poudre d'or. Et dans l'histoire, tu as dit que la Haddad a un jour, le Bey Salah, إذن حاكم قسنطينة هذا في ذلك الوقت كان يدعى بالباي. إذن أن جور لو باي صالح لو غوفرنور دو كونستانتين، إذن حاكم قسنطينة، أبخي دو سيت نوفيل، إذن علم بهذا الاختراع الجديد. ألوغ إل ديسيدا دو غاردي لا بودغ، إذن قرر أن تكون هذه لا بودغ دور يحتفظ بها لنفسه. يشد ديباراسا دو سيدي محمد ويتخلص من هذا الرجل، يعني سيدي محمد. يلومي دون ان ساك، اذا وضعه في ساك، في يعني حطه في كيس. لو جوتا دو كاف، ثم رمى به من فوق الهدف، يعني من فوق الجبل أو من فوق مكان عالي. سودا ان كوربو، يعني غراب بالعربية. إذا فجأة ان كوربو يعني غراب. سودا ان كوربو سورتي دو ساك، إذا فجأة غراب يخرج من الساك، يعني من هذاك الساشي اللي حطوا فيه. فينالمون سيتي لو فورجرون كي سو ترانسفورما ان كوربو، إذا كان ذلك الحداد هو الذي تحول إلى غراب. cependant le bey صالح fit venir سيدي محمد الغراب dans son palais et reconnut alors le pouvoir de سيدي محمد. إذن هنا أن le gouverneur يعني حاكم قسنطينة علم بلي هذاك الغراب هو سيدي محمد، فسمي على اسمه سيدي محمد الغراب، واستدعاه لقصره يعني بالي، واعترف بكل الإمكانيات وبكل البوفوار اللي كان عند سيدي محمد. enfin il construisit une mosquée en honneur de سيدي محمد الغراب. إذا في الأخير هذاك الحاكم يعني دار مسجد وسماه بنا مسجد وسماه على اسمه سيدي محمد الغراب، اعترافا بالجميل لسيدي محمد الغراب. اذا نعاود نقرا لكم فقط لا برودكسيون. هي على وضع برودكسيون كريت بيان سور. لا ليجوند راكونت كوتخفوا ا كونستانتين لو فورجيرون سابلي سيدي محمد كي ا réussit à procurer de la poudre d'or. Un jour, le Bey Salah, le gouverneur de Constantine, apprit de cette nouvelle. Alors, il décida de garder la poudre d'or et se débarrassa de Sidi Mohamed. Il le mit dans un sachet ou bien dans un sac et le jeta du haut du kef. Soudain, un corbeau grave sortit du sac. Finalement, c'était le forgeron qui se transforma en corbeau. Cependant, le Bey Salah fit venir Sidi Mohamed le grave dans son palais et reconnut alors le pouvoir de Sidi Mohamed.
Enfin, il construisit une mosquée en honneur de Sidi Mohammed l'Arabe. Et donc, j'espère que vous avez compris هذا تلخيص أو الريزومي دو سيدي محمد العرب إلى لو ريزومي آخر إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.